تنزيله ممكن هو تفتح الاول بروجرام اوكي، وتختار مايكروسوفت اكسل اللي هو اكسل 2016، او تكتب اذا موجود هنا ممكن هو تكتب اكسل 2016. طبعا الاختلاف جدا بسيط بينه وبين 2013، فممكن هو ايضا تستخدم ال 2013 لهذه الدوره. يعني ايضا ممكن هو اذا ما عندك 2016 ممكن تتبع هذه الدوره ايضا ستفي بالغرض ان شاء الله. اوكي الان طبعا هذا الفيديو حيكون عن نبذه اوليه عن المايكروسوفت اكسل. حاليا انا هفتح المايكروسوفت اكسل. لا تتوقع انه واحد من اهم الاشياء انه لا تتوقع انه المايكروسوفت اكسل جدا صعب او صعب تعلمه او ياخذ وقت طويل لتعلمه، فقط انه تتبع هذه الدوره ستكفيك انه تكون تعرف مايكروسوفت اكسل. طبعا عندما تقوم بفتحها تلاحظ انه هو يستخدم اللي هو البوك الاسم الاول له، وهذا اللي هو يسموه الشيت الورك شيت. نلاحظ انه الاسم اسفل الشاشه اللي هو الشيت 1، ممكن انه تضيف اكثر من شيت فقط انه تضغط علامه الزائد. بعض الاشياء المهمه انه انت تعرف عندك او جزء قليل معرفه عن مايكروسوفت اوفيس بشكل عام. طبعا هو الاكسل ممكن هو تستخدمه كعمل جداول، او ممكن هو تضع رسم معين وتربطه في جدول، او ممكن هو تقوم بالعمليات الرياضيه باستخدام الفانكشن طبعا. اوكي فهذه الازرار طبعا اكثرها هي موجوده في الباوربوينت والوورد، ولكن نلاحظ مثلا وجود هذه الاختيارات في هذا المكان هي غير موجوده في الوورد والباوربوينت. بقيه الازرار ايضا كثير منها موجود اوكي، بس بالنسبه لمايكروسوفت اكسل اني ما حقدر انه امشي على جميع الازرار واحد بعد تلو الاخر، وانما حاقوم بشرح مثلا وضع مثال معين وشرح الاشياء عنه باستخدام الازرار اوكي، لانه الاكسل يحتاج ممارسه امثله اكثر من الباوربوينت والوورد اوكي. شيء اخر حاخذ مو مثال وانما فقط شرح بسيط عن الموضوع. هذا هو الشيت اللي انت تقدر تكتب به من اجل انه تقوم بتحديد خليه معينه، هذه تسمى خلايا. كل واحد من هذه تسمى خلايا، فقط تذهب على اي خليه انت تريد وممكن انه تضغط عليها. عندما تضغط عليها شيء مهم انه تلاحظ الاسم موجود في اعلى يسار الشاشه، نلاحظ انه رقم 3 اللي هو قصده الرو، والاي بمعنى انه الكولوم العمود هو اختيار اي. اذا ذهبت مثلا الى واحد اخر مثلا يقرا اي 2، طبعا دائما الكولوم بعدين الرو اوكي. الكولوم دائما هي تكون بالاحرف والسطور تكون بالارقام. شيء مثلا انت تريد تقوم بتسميه شيت معين، مثلا هذا حسميه اكسل 1 اوكي، فقط تضغط دبل كليك على الاسم المعين وممكن انه تكتب الاسم اللي انت تريده. طبعا ممكن انه تكتب عربي او انجليزي. درجات طلاب لسنه 2015 مثلا، حاليا 2016 حنعتبره اوكي. وهو اكثر الاشياء اللي انا حستخدمها هي الدرجات وجداول على الدرجات، من اجل انه خاصه بالبدايه من اجل انه تصير عندك ممارسه على الاكسل وكيفيه استخدام بعض الفانكشن اللي مثلا جمع طرح القسمه كيفيه ادخالها، وان شاء الله بعدها نتطور على الاشكال اللي هي اللي نقوم بادخالها ونربطها بجداول معينه، وبعدها نتطور بعد اكثر امثله. فهذا الفائده، الان تعلمنا كيف عندما نقوم بتحديث خليه معينه تظهر على اعلى يسار الشاشه، وكيفيه تسميه الشيت المعين، وممكن تحريك شيت من مكان الى اخر فقط تضغط كليك عليه. لاحظ كيف اصبح شكل الفايل، الماوس يوجد فايل خلف الماوس وممكن تحريكه قبل او بعد الشيت الاخر.
من اجل انه تقوم بنسخ. مثلا الان حقوم بادخال واحد مثلا اثنين عشوائي يعني، لا هذا لا يعتبر مثال، فقط دا ابين شيء معين اللي هي النسخ، انه تقوم بنسخ هذا الشيت الى شيت اخر مثلا، تضغط عليه ايضا كليك، ولكن مع هذا تضيف اختيار اخر اللي هو الكنترول، الاختيار اللي هو كنترول موجود بالكيبورد. في هذه الحاله نلاحظ انه وجود الزائد اوكي، وبعدها ممكن انه تترك الماوس بس ما تترك زر الكنترول من الكيبورد. لاحظ انه اصبح عندنا اكسل 1 واكسل 2 يحتوون على نفس اللي هي 1 2 3، اما البقيه فلا يحتوون على اي شيء اخر. من اجل انه تقوم بتحديد عده خلايا مثلا الان 1 2 3، ممكن انه تضغط على الكليك اليسار من الماوس وتسحب، نلاحظ انه اصبح الشكل اللي هو مثلا A1 بس هو حاليا بالA1 اوكي. ممكن انه نلاحظ كيفية التغير في اعلى الشاشة اللي هو يبين كم عمود وش كم سطر تم تحديده، اللي هو دا يقرأ مثلا 10 رو بمعنى 10 اسطر و8 سي اللي هي من الاي الى الاتش 8 اعمدة. هذا اصبح مثلا هذا اللون. ممكن انه تقوم بتغييرات على جميع هاي الخلايا اللي انت قمت بتحديدها، مثلا تقوم بزيادة اللون بولت، فحيقوم بتأثير على جميع هذه الخلايا. وأيضا ممكن هو تقوم بتكبير التكبير الخط، نحن إذا استخدم هذا بدل ما استخدم هذا، ممكن تغير الخط إلى شيء معين. لاحظ التأثير يحدث فقط على الخلايا اللي إحنا حقوم بإدخال جدول معين اللي هي خاص مثلا بخمس أسماء طلاب ودرجاتهم خلال السنة. فحاجة على أنه أول شيء اللي هي names اوكي، عندما تضغط زر تاب اللي هو هذا الكتاب هذا الشكل مالته اللي هو مكتوب عليه تاب فوق زر كابس لوك، فيقوم بنقل نقلك على يمين الخليه على يمينك. فعندما اضغط تاب نلاحظ انه ذهبت على عمود بي تيست 1 تيست 2 وتيست 3 وفاينل تيست، وبعدها حنعطي اللي هي الديجري، وممكن انه نضيف بقية الاشياء. ان حنقوم ايضا باضافة انه هذا الانسان نجح او لا، فحضع ايضا باس او نوت، بس هذا الاشياء في الفيديوهات التالية. حاليا بهذا الفيديو حقوم بادخال وتبيان بعض الاشياء اللي هي كيف تقوم بوضع تغيير شكله، تغيير الوانه، تغيير حجمه، فقط اشياء اوليه. وبعدها ان شاء الله بفيديو التالي حيكون حندخل ضمن الفانكشن اللي هي اول فانكشن حنستخدمها اللي هي عمليه الجمع اللي هي السم اوكي. حاليا انا حقوم بادخال الاسماء، بس قبل ما اقوم بادخال الاسماء لازم ابين الماكس. الماكس اللي هي شنو؟ مثلا هذا الامتحان من 20، هذا الامتحان من 20، هذا الامتحان من 20، والنهائي من 40، واكيد الدجري حتكون من 100 اعتمادا على الدرجات السابقه للامتحان الاول والثاني والثالث والامتحان النهائي. من اجل انه تقوم برجوع الخلايا، تلاحظون انه التاب يقوم بتحويل على اليمين، اما اللي من اجل التحويل على اليسار فتضغط على زر اللي هو تاب زائدا شيفت. انا انصح باستخدام الكيبورد اكثر من استخدام الماوس خاصه في الاكسل، والسبب انه حيختصر لك كثير من الوقت، خاصه اذا كان عندك كنت انه تحب الكيبورد، فاكيد هاي الحاله حيكون عندك اسرع. من اجل انه تنزل خليه في نفس العمود مثل هذا الشيء، تضغط على الانتر، زر انتر. اما من اجل انه ترجع على الخليه السابقه تضغط على شيفت زائدا انتر. ممكن انه تجرب هذا الشيء الان اوكي. اتمنى انه تجربه بايدك. نرجع على رقم 3، حقوم بادخال الاسماء مثلا احمد، علي، مصطفى، عمر، محمد مثلا اوكي. حقوم ب
بكتاب الدرجات مثلا أحمد 10 مثلا هذا 5 هذا 9 هذا مثلا 25 ما حكتب ما حستخدم انه انا اقوم بالجمع حجعل برنامج الاكسل هو يقوم بعمليات الجمع مهمة الاكسل هي انه تسهيل عملية ادخال الجدول زائد قيام بالعمليات اللي انت تحتاجها من دون انه تقوم باستخدام حاسبة هو الاكسل يقوم بجميع العمليات فأنا حاليا ما حستخدم اي شيء طبعا اضغط زر انتر اوتوماتيكيا افتهم الاكسل انه انا هذا حد الجدول ف قفز الى السطر الاخر مثلا هنا 15 20 10 اوكي 10 من 40 اوكي نعطي انت مصطفى مثلا جاب 20 20 20 وبالنهاية جاب مثلا 10 اسف اوكي عمر ايضا 16 مثلا 19 10 اوكي 10 ايضا اسف و هرجع محمد اللي هو مثلا اخذ 20 20 19 39 ما شاء الله هو هذا على واحد طلع بيهم المهم فممكن انه انت تقوم بادخال العمليه الجمع مثل ما انت تريد قوم بادخال الارقام حسب ما انت تريد الاربع الخمس درجات ما حقوم بجمعها حستخدم الاكسل من اجل تسهيل عمليه الجمع وبقيه الاشياء اوكي الشيء الاخر الان حقوم مثلا من اجل انه تقوم بتحديد الجدول ممكن انه تضغط على خليه معينه وتسحب الماوس الى نهايه الخليه المحتوى مالته اوكي فممكن انه تقوم اذا كنت مثل ما قلت انه اذا كنت تريد تكون اسرع ممكن انه تستخدم فقط الكيبورد خاصه بالاكسل كلش مفيد الكيبورد تعلم مختصراته وانا ان شاء الله حاعطيكم كل المختصرات اللي انا اعرفها واني استخدمها واعتقد حتكون اكثر من كافيه من اجل انه تضبط الاكسل الشيء الاخر ايضا كلش كلش مهم انه تستخدمه اللي هو كنترول CTRL كنترول زائدا زد والاخر اللي هو كنترول زائدا واي والاخر اللي هو كنترول زائدا اكس والاخر كنترول زائدا سي وهذا طبعا انتوا هذني مختصرات ممكن مر عليكم في بقيه البرامج فهي نفسها اوكي كنترول زائد بي انا ما حشرح جميع المختصرات فقط لما تضغطه حيفتح الوجه اللي حتقوم بعدها باستخدام باختيار الطابعه واعطاء عدد الكميه مثلا كم نسخه انت تريد من هذا الجدول مثلا تعطي برنت وممكن ايضا انه تستخدم بقيه الاوبشنات الموجوده من اجل انه ترجع على على الشاشه السابقه ممكن انه تضغط على هذا الزر اوكي او ممكن انه تضغط على زر اسكيب طبعا مثل ادوات الكنترول في هو من اجل انه تستخدمه للصق ممكن انه تستخدمه لعمليه اللصق بمعنى انه الان مثلا وقفت على كنترول في طبعا لازم نستخدم ويا كنترول سي اللي هي عمليه الكوبي نسخ فوقفت على خليه معينه تعطي كنترول سي نلاحظ كيف اصبح شكلها نوقف باي مكان اخر نعطي كنترول في فقام بلصقها كما هي اوكي ممكن انه تاخذ اكثر من مكان معين مثلا انا قمت باخذ كل هذه الخلايا وقفت في مكان معين واعطيت كنترول في قام بلصقها هاي فائده كنترول سي والفي اما كنترول اكس هو من اجل عمليه الكات بمعنى انه حيقوم بتحريك كامل ممكن انه اوكي اوكي قام بتحريكه من مكان الى اخر كنترول واي والكنترول زد كنترول زد هو من اجل ارجاع عمليه معينه الان مثلا قوم بتحريك هذه الخليه من هذا المكان الى هذا المكان اذا ضغط على كنترول زد حترجع هذه الخليه الى مكانها الاصلي نضغط كنترول زد
لاحظ انه رجع الى مكانه الاصلي. الكنترول واي هي عكس عمليه الكنترول زد. كنترول واي هو من اجل انه اذا رجعت خطوه ممكن انه تتقدم خطوه. الان حضغط على كنترول واي، نلاحظ انه هاي كنترول زد حتتحرك على مكان الخليه السابق. اوكي، نلاحظ كنترول زد كنترول واي، كنترول زد كنترول واي، هاي فائدته. وايضا ممكن انه توجد هذا الشيء اللي هي هذا الاختيار اللي هو الاندو، نلاحظ كنترول زد، وهذا الاختيار اللي هو ريدو اللي هو كنترول واي. الشيء الاخر المهم اللي هو كنترول زائد اس اللي هو عمليه الخزن سيف، ممكن انه تضغط على هذا الزر اللي هو حاليا موجود، لاحظ ايضا وجود كنترول اس. فعندما تضغط على كنترول اس حيفتح لك المكان يقول لك انه تريد تخزنه على الانترنت او ضمن الحاسبه، ممكن انه تختار مكان معين او تحدد مكان اخر او براوز. اذا براوز حيفتح لك ايضا الحاسبه وتحدد المكان اللي انت تريده، تغير الاسم مثلا 111 سيف. لاحظ انه قام باظهار شيء معين هنا اللي هو التحميل، ممكن انه ترجع قليل بالفيديو وتلاحظ انه وجود عندما ضغطت على كنترول اس وخزنته قام بتحميل شيء جدا سريع في هذا المكان. طبعا تمت العمليه جدا سريع لانه حاليا انا يحتوي على فقط كتابه معينه من دون اي فانكشن، من دون رسم، من دون اي عمليات اخرى. فلذلك كانت العمليه جدا سريعه. عندما تقوم بادخال بقيه الاشياء حيكون خزن اكسل ياخذ وقت اكثر. لاحظ طبعا هسه انا حقوم بحذف هذه، قمت بتحديدها والضغط على زر ديليت فقط قام بحذف الموجود. حاليا انا السطر الاول اريد اغير اللون اللي موجود ونوع الكتابه. فمن اجل انه تغير اللون وتذهب على هذا حرف الاي، ممكن انه تختار اي لون انه انت تريده، ممكن انه تكبر الخط تصغر الخط او باستخدام رقم معين ممكن انه تكتبه. مثلا انا كتبت 12 وهي له حجم كبير. تختار نوع الخط، وطبعا انا اكثر خط يعجبني اللي هو الجيريان، والجيريان اعتقد هو هذا الاختيار، ايه الجيريان. والاختيار الاخر اللي هو تايم نيو رومان، اللي هو تايم نيو رومان. اوكي، وايضا السطر الثاني مثلا حجعله هايلايت، بمعنى انه اجعل لون الخليه مختلف ولكن لون الخط حيستمر لون اسود اللي هو هذا الاختيار. اوكي، نلاحظ كيف اصبح لون اصفر. بقيه الاشياء حاجعلها كما هي، فقط اجعل ايضا هذا الهايلايت اجعله مثلا لون ازرق فاتح. نلاحظ اذا ضغطنا كنترول بي الان كيف اصبح شكله، بس ما زال انه هو غير مقسم وصعب القراءة خاصة اذا كان يحتوي على جدول كبير. فبهذه الحالة ممكن انه تضيع بالقراءة. فمن اجل انه تحل هذا الموضوع فقط انه تقوم بتحديد الجدول، تختار هذا الاختيار اللي هو البوتن بوردر، من اجل انه يضع خط فقط اسفل الجدول. توب بوردر يضع خط فقط اعلى الجدول، ليفت على اليسار، رايت على اليمين. نو بوردر يحذف كل الخطوط اذا كانت موجوده. اول بوردر يقسم الخلايا كلها. لاحظ كيف اصبحت اذا ضغطنا كنترول بي الخلايا كلها موجوده. كنترول استريك لا تنسى هذا الاختصار. الان ارجع على نو او ثيك، ممكن هو تغيره، ممكن هو تحدد انت مثلا خليه تريد تبينها تبرزها. اوكي، ممكن هو تمسح بوردر جريد. اوكي، لاين اللون الخط اللي انت تريده بالنسبه لل اوكي. مثلا هسه اني اقوم بتغيير كل هذه اوكي، او ممكن تقوم بتحديد هذا الشكل 1-1. ممكن هو تجر الخط كامل، وايضا ممكن اسهل من كل هذه العمليه تعطينا بوردر وبعدها تحدد اللون. مثلا اخضر، تلاحظون كيف هاي اللي ارسمه. اوكي، بهذه الطريقة ممكن انه تحدد اللون اللي انت تريده. هرجع اعطينا بوردر.
وممكن انت تعطيه لاين ستايل مثلا انه تضعه بهذا الشكل، ممكن انه تعطيه مور بوردر، اذا اعطيته مور بوردر حيفتح هذه الشاشه، ممكن هو تحدد الشيء اللي انت تريده، اللون اوتوماتيكيا بهذه الحاله حيكون التلوين اسرع. لاحظ مثلا هذا الاختيار واعطيه الاو، هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط كلهن. اوكي ممكن اعطيه ايضا اوت لاين وانسايد بدل ما اقوم باختيار هذه الاختيارات. طبعا هذا بالنسبه للمائل، احنا ما عندنا لا هذا الشكل المائل ولا هذا الشكل المائل. اعطيه اوكي. لاحظ كيف تم تلوين الجدول باكمله مره واحده، بدل ما انه انت تقوم بتلوين سطر بعد سطر او عمود بعد عمود او بقيه الاشياء. الشيء ايضا المهم اللي هو الكنترول سي، كنترول في، كنترول اكس، هي نفسها موجوده كات كوبي وبيست. هذه هي ثلاث اختيارات، بدل ما تقوم بنلاحظ انه نوقف على الكات نلاحظ موجوده كنترول اكس، والكوبي اللي هي كنترول سي، والبيست اللي هي كنترول في. الفورمات بينتر انه مثلا حاليا انا اريد هذه اقوم بتحليل مثلا هاي خليه وهاي خليه، اعطيه فورمات بينتر حيقوم بجعل الخليه اللي انا حروح لها بنفس حجم الخط ولونه وخلفيته ايضا، بمعنى انه انا قمت بما انه مثلا قمت بجعل كنترول زد من اجل الرجوع، احدد مثلا هذه الخليه واعطيه فورمات بينتر. الان اي خليه حضغط عليها حتصير لون ازرق فاتح، والكتابه باللون الازرق غامق. نلاحظ كيف اصبحت، وايضا كبر حجم الخط، اصبح 12 على حجم هذا الخليه، وايضا تغير نوع الخط اللي هو التايم نيورومان. لاحظ كيف اصبح التايم نيورومان، اما بقيه الخلايا هي هذا الخط اللي هو كاليبري. هاي نبدي احنا حنضغط على كنترول بي من اجل انه نشاهد كيفيه الطبع. احنا سنلاحظ انه مثلا هذا الجدول احنا نريده اكبر، ونريد ايضا انه تكون الواجهه على شكل مستطيل يعني عرض وليس على شكل الطول، وايضا نريد نكتب فشي على واسفل الشاشه. فمن اجل انه نقوم بهذه الاشياء نذهب على البيج لاي اوت وتضغط على البيج سيت اب. اوكي فنضغط على البيج سيت اب. نلاحظ اول شيء احنا نريد نسويها شاشه عرض. نلاحظ كيف اصبحت الان على العرض، بس بقيه الاوبشنات لم تكمل. فنضغط على احنا اخترنا عرض، نريد نكبر الجدول مثلا نسبه 170%. احنا اكيد في التو اذا اخترنا هذا حيضاعف على حجم الورقه. اوكي احنا نريد نكبره فقط مو على حجم الورقه. احنا نختار ايضا A4، وبعدها على المارجن احنا نترك المارجن كما يعني المسافه اللي لا يتم الطباعه فيها حنتركها كما هي في الاعلى والاسفل واليمين واليسار. الشيء اللي جدا مهم اللي هو سنتر اون بيج، انه اذا ضغط الهوريزونتال حيضع هذا الجدول في الوسط بين اليمين واليسار، اي بمعنى انه المسافه من اليمين تساوي المسافه لليسار، والفيرتيكالي تكون الاعلى يساوي الاسفل. هذا اول شيء. نلاحظ مثلا الان اعطي اوكي او برنت بريفيو. نلاحظ كيف اصبح الشكل للجدول. نرجع البي سيت اب، نختار هيدر فوتر. هيدر فوتر انه اللي هي اعلى واسفل الجدول، انه نكتب شيء في اعلى مثلا نعطي البيج 1 اوف 1 بيج 1 اوف. طبعا احنا عندنا فقط فايل واحد فلذلك حيظهر عندنا 1 اوف 1. اذا عندنا مثلا عده جداول ممكن انه تطبع في كل جدول صفحه، فيكون مثلا واحد من 10 او الى اخره. وديفرنت اود اذا كان عندنا انه ديفرنت اود ان ايفن، انه وجهه مختلفه عن الفردي او زوجي. وديفرنت فيرست بيج معناها انه ما يبدي تسلسل من رقم واحد، وانما يبدي من غير صفحه. الشيت انه هو البرنت اريا اللي احنا حاليا احنا ما حنستخدمه، اللي انه نقدر انه نعطيه انه يطبع فقط هذا الشيء، بمعنى انه لو ادخلنا شيء معين هنا، اسف اعطي الكانسل ادخل هنا وادخل شيء اخر هنا، فعند الطباعه حيظهر لنا اللي هي الواحد والاثنين، نلاحظ وجودهم. فاذا نريد نحدد المكان للطباعه
فنذهب ايضا على البيج سيت اب شيت، نحدد المكان، فنحدد فقط هذا الجدول، نضغط انتر. بهذه الحاله انه انا قفلت المكان اللي حطبعه اللي هو فقط الجدول. عندما نضغط على كنترول بي نلاحظ الواحد والاثنين اللي كتبناها قد اختفوا من اسفل الجدول. ايضا نحذف هذا، نرجع على البيج سيت اب، نذهب على الفوتر وهيدر كاستم هيدر. طبعا اذا تريد انه ممكن انه تستخدم، احنا مثل ما قلنا انه نقدر نستخدم فقط بيج 1 على من اجل السرعه، اوكي، اشياء اللي هي اوبشنات الموجوده على من اجل انه تختارها اسرع، اوكي، ممكن انه تختار كاستم هيدر. بهذه الحاله حيعطينا اوبشنات اكثر، بمعنى انه مثلا هذا المكان left section نضيف له شيء، وcenter والright يعني بمعنى انه حيكتب شيء هنا وشيء اخر هنا والاخر على اليسار في الاعلى. فالاي هو من اجل انه تغير نوع الخط واللون، ممكن انه تقوم بجميع الاشياء من اجل تغيير حجم الخط ونوعه وبقيه الاشياء الخاصه بالخط من هنا اللي هي خاصه بالهيدر. احنا حاليا بالهيدر. الهاش insert page number اللي هو مثلا انا كنت واقف على اليمين، فلذلك عندما ضغطت على insert page number قام بادخاله على اليمين. طبعا هذا انا ححذفه ما اريده. هنا insert number of page معناها شنو، ايش كم صفحه احنا عندنا؟ احنا عندنا بس وحده، فما بي هذا ايضا، هذا الاوبشن احنا هسه حاليا ما نريده. من اجل انه ندخل وقت معين، الان مثلا قمت بادخال وقت، ممكن انه تضيف له شيء اخر، مثلا هنا حاضيف له تايم، اوكي، ممكن انه تضيف بعد يعني تعطيه مثلا سبيس او سبيسين، او تعطيه مثلا هاش، اوكي، وتعطيه مثلا شيء اخر اللي هو مثلا انا حاطيه الرقم الصفحه، وايضا حاعطيه ديت. اسف المفروض اني اكتبه اضغط هذا، اوكي، بس بهاي الحاله طبعا حصير خربطه، انا ححذف هذول الاثنين وحغير هذا حطه هنا، وهذا ايضا ححذفه. انه ممكن انه تضع الانسيرت فايل باث المكان وين احنا خازني، اوكي، ممكن انه تحطه في مكان معين. هنا انسيرت فايل نيم، احنا حاليا الفايل نيم اللي هو 111 والشيت، فما بي ذيك الفايده، اوكي، احنا بس حضعها يعني من اجل الايضاح، اوكي. انسيرت شيت نيم يبين شيت نيم، اما هذا الفايل فيطلع اللي هي ال 111. هنا ممكن انه نضع بيكتشر معينه، صوره معينه داخل الهيدر، ونضغط اوكي. نلاحظ انه اسم الفايل هو 111، الوجهه هي وجهه رقم 1، وهنا التايم والديت اللي احنا حاليا موجودين حسب ما هو موجود في الحاسبه 29/6/2015. نفس الحاله ممكن بالفوتر، نفس الاختيارات بالضبط، ممكن انه تضعها في اسفل الشاشه، بمعنى انه مثلا وضعت هنا الوقت والتاريخ، ممكن ان تضع الارقام في اسفل الشاشه، هاي فائدته. تعطي اوكي، نلاحظ كيف اصبح الان لو ضغط على كنترول بي، نلاحظ كيف اصبح، هذا اسم الفايل، هاي عدد احنا الصفحه اللي احنا هسه حاليا بها، هذا الوقت اللي احنا سوينا بهذا الفايل، والتاريخ، والبيج اللي هو واحد من اصل واحد، بمعنى انه عندنا فايل واحد، وجهه واحده، شيت واحد. فما عندنا اي رقم اخر اكثر من واحد. نضغط اسكيب من اجل الرجوع للجدول شيت. اوكي، الان حقوم بادخال اول فانكشن اللي هي عمليه الجمع. اكو عده عمليات ممكن انه تكتبها بنفسك او تستخدم المساعده من قبل الاكسل، اللي هي انا مثلا انا وقفت هذا المكان واعطيه اوتو سام. اوكي، حاليا هو ايش حدد؟ حدد الفوق الكميه الارقام اللي هي فوقها، اللي هي فقط خليه المكتوب بها 100، لانه هذا الخليه اللي هي مكتوب بها ديجري ما تحتوي على رقم وهي اصلا كتابه، فلذلك ما يقوم بجمعها. فاني حقوم بتغيير الاماكن بالضغط على الخليه اللي جنب الصم، وايضا اقوم بالسحب من دون ترك الزر الايسر للماوس. اوكي، فنلاحظ انه تم اختيار البي 3 اللي هو هذا البي 3، وجميع الخلايا المحصوره بين بي 3 وال
E3. عندما أتركه عفوا أضغط Enter. طبعا نسيت أضغط Enter، فعندما ضغطت على هذا المكان اعتبره هو المكان اللي أنا أريد أقوم بعملية الجمع، فأنا ما حأقوم بهذا الشيء. نعيد الأوتو سام، نرجع نكتب يساوي 10 زائد 25 زائد 5 زائد 9. اوكي اعطي انت ايضا اعطاني 49، لكن هذه الطريقه جدا تعتبر خاطئه في خاصه في برنامج الاكسل، لانه مثلا قمت بتغيير رقم معين مثلا هذا 9 سوينا 10، نلاحظ وضغط انت لاحظ اوتوماتيكيا تم تغيير الرقم 49 اصبح 50. اما هذا لازم احنا نضغط على دبل كليك ونذهب على المكان رقم 9 نضغط 10 وانتر. بهذه الحالة احنا استغرقنا اكثر وقت، هذا الشيء خطأ. وايضا انت تخيل لو كان عندك جدول يحتوي مثلا على ارقام لازم تقوم بجمعها وهي 100 رقم، فهذا الشيء جدا حيكون خاطئ انه تبحث على الرقم اللي انت تريد تغيره. فهذه الطريقة هي الاسهل. اوكي فطبعا احنا حاليا عندي يعني السميشن فقط في هذا المكان، من اجل انه تكتب على بقية الاماكن ممكن اكو عدة طرق، اما انه تكتبها، وطبعا ايضا هذا الشيء خاطئ بالاكسل انه انت قمت بوضع هذه المعادلة في مكان معين. اوكي الان فقط نضغط كنترول انتر، اذا كنت بداخله اضغط كنترول انتر. اوكي نلاحظ انه تم تحديد هذه الخلية اللي هي احنا كنا فيها، او بالماوس فقط تضغط عليها ويتم تحديدها. تذهب الى الزاوية اليمين الاسفل، يظهر هذا الشكل فقط في هذه الزاوية، تضغط عليه الزر ايسر في الماوس وتقوم بسحبه على بقية الخلايا اللي انت تريد انه المعادلة تكون ماشية عليها. عندما تركتها اوتوماتيكيا شقام جمع هذا وجمع هذا وجمع هذا وجمع هذا. طبعا هذا يكون مثلا 20. اوكي ومثلا هذا منه 5. اوكي ايضا هذا يساوي 10، من اجل انه يكون اثنين مثلا مناسبين. اوكي هاي احنا استفهمنا طريقة عملية الجمع. ايضا اكو طرق اخرى من اجل انه تكتب المعادلة. انا هسه حاليا حمسح جميع الاشياء الموجودة في هذا المكان، لاحظ انه اصبح لون ابيض. دبل كليك، ممكن انه انت تكتبها بنفسك من دون انه تستخدم الاوتو سم، تعطي يساوي تكتب سم، اوتوماتيكيا يقوم الاكسل باظهار ما يشابه من ما انه انت كتبت، على شرط انه تكتب في البداية يساوي. فالان اوتوماتيكيا هو الاف اكس بمعنى انه الفانكشن اللي احنا نستخدمها، فمن اجل انه تختارها اما تضغطها بالماوس او تضغط على زر تاب اللي هي تي اي بي. لا يجب انه تضغط انت، اذا ضغطت انت الان حيظهر ايرور انه هذا الشيء خطأ. فاحنا نرجع هنا نكتب سم، نضغط على زر تاب، حيقول لك انه يا ارقام انه انت تريد تجمعها. ممكن انه تستخدم الماوس من اجل التحديد، او اذا انت كنت تعرفها ممكن انه تكتبها اللي هي مثلا خلية بي 3. اوكي نلاحظ انه تم تحديد بي 3، بس احنا مو بالبي 3 احنا بالبي 4. اوكي لازم تعطي كوما سي 4، تعطي كوما اي عفوا دي 4، تعطي كوما اي 4. نلاحظ انه تمت عملية الجمع ايضا بشكل صحيح، بس بدل ما انه تكتب هذا بهذا الشكل ممكن انه تحذف الخلايا، بما انه انت في نفس السطر ممكن انه تحذف الخلايا وتضع هذا الشكل اللي هي النقطتين شارحة، تضغط على زر انتر ايضا اعطاك النتيجة صحيحة. هذا بالنسبة للجمع، وطبعا هي هذا اول فانكشن مشينا حاليا عليه. الشيء الاخير اللي انا حقوم بهذا الفيديو انه لو كان عندك كتابة مثلا degree of the year
2016 أو 15. لاحظ أنه تعدى هذا الخلية، تعدت على بقية الخلايا. فإذا ضغطنا مثلا على خلية G وكتبنا مثلا pass or not، لاحظ أنه جزء من هذه الخلية قد اختفى. فمن أجل أنه نبين هذا الجزء عدة طرق. الطريقة الأولى أنه تقوم بالذهاب بين الأحرف، يكون هذا الشكل نوع عمود، ومنه على اليمين واليسار يوجد سهم، تضغط عليه بالماوس، ممكن أنه تكبره حسب ما أنت تريد. نلاحظ أنه كيف أصبح أظهرت كله. أو بالذهاب على نفس المكان والضغط دبل كليك يسار بالماوس، أنه حيعطيك أعرض على قياس أعرض خلية موجودة ضمن العمود هذا. بمعنى أنه لو كان عندنا مثلا هنا حقوم بنسخ هذه كتابته هنا مرتين، فعندما نضغط دبل كليك يقيس على هذه اللي هي أعرض خلية موجودة بها كتابة. كنترول زد كنترول زد، لا تنسون كنترول زد لأجل زيادة السرعة. أوكي، أيضا نفس الحالة بالنسبة لهذا اللي هو pass or not، ممكن أن تسحبه أو تضغط على دبل كليك هو أوتوماتيكيا يأخذ العرض. شيء آخر، إذا أنت كنت تريد يبقى حجم الخلية بهذا الشكل وكل شيء واضح، فتضغط على شيء اللي هو اسمه wrap text، تضغط تحدد الخلية اللي أنت تريدها تعطيه wrap text. بهذه الحالة حيبقى نفس العرض، بس طبعا حيأثر على بقية الجدول، ولكن نلاحظ أنه الكتابة كلها وضحت داخل هذه الخلية.